اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم عيون الحياه. في البدايه بس انا كنت عاوز اشكر الصديق والزميل هشام جعفر، كان معانا في كام حلقه فاتوا والحمد لله وربنا كرمه وان شاء الله هيعمل برنامج جديد وبتمنى له كل خير. تاني حاجه بقى، النهارده سهره جميله وسهره ممتعه وان شاء الله تنول اعجابكم مع من المع مشاهير مصر والعالم العربي. مساء الخير يا نجلاء. مساء الخير يا محمد. عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. النهارده معانا فنان يعني الناس كلها بتعشقه. طبعا. زمن الفن الجميل. ما هو زمن الفن الجميل ويعني زمن ارابيسك. لا انت كده بقى كده الناس هتعرف يا محمود. احنا عايزين احنا مالناش الاسم لسه. طب انا هقول لك بقى فاطمه ثعلبه وفاطمه ثعلبه عبد الباقي. النهارده ان شاء الله هتكون حلقه مش عاديه وباذن الله هتبقى فيها غنى وسهلله وفيها كل حاجه وان شاء الله تنول اعجابكم باذن الله. ان شاء الله. بنرحم بيكم اعزائي المشاهدين، والنهارده هيكون معانا فنان جميل والناس كلها بتعشقه. الفنان اللي ابدع في ارابيسك واللي ابدع في فاطمه ثعلبه واللي عمل اعمال كتيره جدا متميزه وشاف حب الناس ليه وغاب عننا فتره طويله جدا، بس احنا جبناه لكم عشان هو وحشكم ووحشنا احنا كمان، وان شاء الله باذن الله هتكون حلقه جميله وهتكون سهره ممتعه ان شاء الله. اكيد يا نجلاء، ومش هنطول عليكم وان شاء الله تبقى حلقه مميزه جدا 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 وان شاء الله تنول اعجابكم ان شاء الله. في تقرير ان شاء الله وفاصل ونواصل ان شاء الله. ان شاء الله. ورجعنا لحضراتكم من جديد، بنرحب بالفنان الجميل الفنان حسن فؤاد. ازيك يا فنان؟ اهلا بيك، اهلا بحضرتك. وحشتنا. وانتوا وحشتنا. وانت والله بجد وحشتنا. الاول انا اشكركم على التقرير الجميل ده واشكركم على الكلام الحلو اللي انتوا قلتوه، واشكركم على اسم القناه بتاعتكم الصحه والجمال، ودول اهم حاجتين. ونورت برنامج عيون الحياه. ربنا يخليك. انا اللي سعيد موجود معاكم، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه ومصر والعالم كله بخير والفن المصري بخير. وحشتنا يا فنان. ربنا يخلي حضرتك. وحشتنا والله. وانتم اكتر والله، وانتم اكتر بجد تحياتي. يعني بجد حضرتك يعني اسعدتنا النهارده، نورتنا في البرنامج ونورتنا في القناه، وان شاء الله تبقى حلقه جميله. انا اللي بشكركم ان انا بطل على الجمهور وعلى كل الناس كلها من خلال قناتكم. والتقرير البسيط ده بس يكون نال اعجاب حضرتك. جميل جميل جميل. انا شاكر ليك وشاكر ليك والله، شاكر ليك. تحياتي تحياتي. عايزين بقى نعرف من حضرتك، مين اكتشف حضرتك في الاول، ومين وانت اكتشفت صوتك ازاي، ومين شجعك؟ شوف بص، يعني عايز اقول لحضرتك انا اتربيت في منطقه اسمها ابو قتاتة. ابو قتاتة دي في ظهر جامعه القاهره. تمام. في المنطقه دي احنا قريبين بقى من بعض. يعني عارف ابو قتاتة دي عشقي، ولغايه وقتنا هذا اروح بالليل واشوف الدنيا واشوف الناس. كنت تمشي مثلا في الشارع عند العجلات تسمع ام كلثوم، عند النجار تسمع ام كلثوم، عند الميكانيكي تسمع ام كلثوم، عند المكواجي تسمع ام كلثوم، في كل بيت ومن كل شباك طالع ام كلثوم وطالع عبد الوهاب وعبد الحليم من 5 لـ 9 ومن 5 لـ 10. اصحابي بقى هم اللي حواليا هم اللي قالوا لي ان حد اكتشفني واول حد سمعني. تمام. وقدمني للاستاذ مجدي العمروسي، ومن مجدي العمروسي التقيت بكل حد ممكن يخطر في بالك. يعني التقيت ببليغ حمدي والتقيت بكمال الطويل، شفت محمد الموجي، الى ان استقر الوضع على عمار الشريعي حبيبي بقى اللي بدات معاه الرحله. وعملنا اول حاجه كانت اوبريت اخترناك، وده من الاوبريتات طبعا الخالده اللي الدنيا كلها حفظتها. رئيس الرحله حسني مبارك. وبعد كده عملنا بقى من خلال من بعد دي عملنا ارابيسك، وارابيسك كانت هي معلمه فتحه معلمه في الناس كلها طبعا. وممكن يعني عايز اقول لحضرتك ارابيسك دي من الاشياء اللي الغريبه فيها انها كان الاستاذ عمار الشريعي يقول لي يا ابني انا مش عارف اقدمك في الكلام ده، الكلام ده صعب قوي. لأن سيد حجاب، سيد حجاب كتب كلام عجيب. ازاي بقى التقيت بسيد حجاب؟ انا اسف يا نجلاء يعني والكلام ده بقى. هو الترشيح كان من الاستاذ عمار الشريعي. طبعا لا اخفى عليك سرا ان كان في ناس موافقه ان انا اغني التتر، وفي ناس ما كانتش موافقه. احد اللي كان مش موافقين كان الاستاذ اسامه انور كشف. الموضوع كبير وضخم بقى، فهو خايف على المسلسل. فكان حابب ان الاستاذ علي يغني او الاستاذ الحلو او الاخر يعني. فالاستاذ عمار قال له طب احنا هنخلي حسن يخش ويشوف يجرب. والله عجبنا الراجل هيشيل المسلسل، ما عجبناش خلاص هنجيب علي او الحلو والاساتذه يعني الكبار دول ويغنوا المقدمه والنهايه. المهم دخلت وربنا سبحانه وتعالى وفق، والاستاذ اسامه سمع فعجبه الموضوع. ومن هنا بدات
رحلتي مع وأرابيسك دي حدوته نتكلم فيها كتير، جمال عبد الحميد وهدى سلطان والكوكبه الكبيره اللي في المسلسل. يعني شوف المسلسل من كام سنه ورغم ده تحس ان العمل لاول لسه كأنك موجود بتشوفه لاول مره لسه موجود. وما تزهقش منه ابدا، وده الفن اللي احنا بنقول عليه التاريخ لا يصنع بالتفاهات، التاريخ يصنع بالشيء القيم اللي بيسيب اثر عند الناس، وده انا بحسه في الشارع وانا بقابل الناس، بحسه بعد فتره الغياب دي، الا ان الناس سبحان الله محتضنيني بشكل غير عادي، وانا بشكر ربنا على هذا الحب وعلى هذه النعمه الكبيره بجد. يعني سمعنا ايه؟ خالص، يلا بينا نقول حاجه جديده من الحاجات اللي احنا اتفضل. وانا جاي يعني والناس كلها عرفت ان حضرتك معانا. نسينا حته ارابيسك. والله انا بحبها جدا. غني يا عبد الباقي. دنياك سكاك حافظ على مسلكك وامسك في نفسك لنا علل تمسكك، دنياك سكاك حافظ على مسلكك وامسك في نفسك لنا علل تمسكك، وتقع في خيا تملكك تهلكك، اهلك يا تهلك ده انت ابي الناس تكون، ويرفرف العمر الجميل الحنون، ويفر ويفرفر في رافة قانون، وندور نلف ما بين حقيقة وظنون، وبين أساها في هاف وهفة جنون. الله عليك يا فنان، الله عليك. طبعا رحمه الله عليه استاذ سيد حجاب حبيبي، وربنا يدي الصحه في شوقي حجاب. طبعا امين يا رب، امين يا رب، امين يا رب. من سعادتي ومن حظي ان انا التقيت بالناس دي، لان الناس دي من خلالها اتعلمت يعني فن، ثقافه وفكر ووعي وادراك وحب للمهنه. يعني عشان كده انا دايما بقول ان الفن من اعظم مهن العالم. ان استغل، ان استغل دي حط تحتها 100 خط بقى، وبيعلم التاريخ والسنين والوقت بيعلمه. شوف حضرتك ما بيسيبش. شوفي، دنياك سكك حافظ على مسلكك وامسك في نفسك للعيلة تمسكك، وتقع في خيا تملكك تهلكك، اهلك يا تهلك ده انت بالناس تكون. الجمله دي قابلت هنا، كنت في المدينه الاعلاميه والله بصور حاجه كده، فلقيت شاب جاي يجري عليا وقال لي استاذ حسن عايز احكي لك حاجه. قلت له اتفضل. قال لي انا من اسكندريه بس متزوج وعايش في القاهره. تمام. ووالدتي عايشه في اسكندريه. فانا جيت في يوم خدت زوجتي واولادي ورحنا اسكندريه نقضي الكام يوم مع امي، واحنا هناك حصلت مشكله بين امي وزوجتي. لا اخفي عليك سرا، انا جيت مع زوجتي وزعلت امي يعني شويه، ورحت سايب البيت وماشي انا واولادي ومشينا ورجعنا مصر. وانا ماشي بعد كده اسبوع على حاجه كده، لقيت حضرتك بتقول ايه، اهلك يا تهلك ده انت بالناس تكون. يقول لي اقسم بالله هذه الكلمه وكانها دخلت في قلبي وجعتني، وكانك بتقولها لي انا بس. خدت اول مواصله ورحت رايح لامي، بوست ايديها قلت لها سامحيني. طبعا شوف الفن طبعا بيعمل ايه. رسالة. شوف الفن ممكن يخلي البني ادم يغير طريقه ومساره. بتقول عليها رساله فعلا، وده حقيقة. وبتعلم وبتفضل لو السنين عدت، وده اللي احنا عايشين عشانه، ومرت والوقت خدنا. صحيح. بس كل حاجه بتفضل مكانها. طبعا زي اغاني عبد الحليم. الله الله وفريد. الله الله الله. انت برضو يا فنان ليك بصمه عند الناس كلها، احمد ربي مهما الله. تغيب الله. انت في قلوبهم كلهم. ودي حقيقه والله. في اغنيه والله. بقى انت بدات بيها تفتكرها جواك وحاسس بيها، ولما بتقعد مع نفسك تحس اللي انت عايز تغنيها مع نفسك. حاجات كتير. في حاجات كتير يعني، يمكن انا دلوقتي اقول لك في حاجات كتير، بس يمكن انا دلوقتي فرحان بغنوه قوي. يعني انا بحب اسكندريه قوي، وانا بعشق اسكندريه. يعني كنت دايما اقول يا رب نفسي اغني الاسكندريه، فلقيت الملحن الجميل مدحت الخولي، هو الملحن والشاعر في نفس الوقت، كلامه ولحنه. قال لي عندي غنوه ليك انت لسه ما غنيتهاش. قلت له ايه غنوه اللي لسه ما غنيتهاش؟ قال لي اسكندريه. قلت له يا مدحت انا فعلا نفسي اغني عشان على اسكندريه. قال لي اتفضل يا عم، ادي الغنوه ويلا احفظ. ادي غنوه اسكندريه بقى. قول يا ريس. قول. والصبر طيب يا هوا والشط نار الصيد عمر، والصبر طيب يا هوا والشط نار والصيادين
والبحر عالي مأجزة، اسكندرية يا معجزة، من العطارين للمنتزة، بحرك حنون عقل وجنون، والناس حماس متنرفزة، اسكندرية يا معجزة، من العطارين للمنتزة، بحرك حنون عقل وجنون، والناس حماس متنرفزة، ايام تفوت والبعد موت، اسمك على بالي وازاي اعيش، ما يهمنيش ما دمت بقيالي، ايام تفوت والبعد موت، اسمك على بالي وازاي اعيش، ما يهمنيش ما دمت بقيالي، مهما اتوه وابعد بعيد، انت الفنار وانت الاكيد، مهما اتوه وابعد بعيد، انت الفنار وانت الاكيد، في القلب لسه محززة، اسكندرية يا معجزة، من العطارين للمنتزة، بحرك حنون عقل وجنون، والناس حماس متنرفزة. اسكندرية اسكندرية جميلة، ربنا يخليك يا رب. اتفضل. يعني مين المطرب اللي حضرتك كنت نفسك الأعلى، ومين اللي بتحب تدندن له كده؟ كل القدام بدون مبالغه، لانهم اثروا فينا تاثير ملوش حصر. يعني ام كلثوم، يعني اقدر انسى ام كلثوم وجمالها؟ يعني لا، بس وانا يعني اي حد بيغني كده مثلا ام كلثوم، عبد الحليم، عبد الوهاب، لا مش كلهم والله، لانهم كلهم اختياراتهم غريبه وكانوا عباقره في كل اللي بيقدموه. فام كلثوم دي حاله ما تتكررش. عبد الحليم، عبد الوهاب، فريد الاطرش، طب اقول لك فوزي، فوزي هذا العبقري اللي كان سابق زمن محمد فوزي. طبعا. يا راجل ده شكوكو ده كان مطرب جامد جدا. طبعا اسماعيل ياسين كان مطرب جامد جدا على فكره. الناس دي بتقول حاجات صعبه خالص، لما تيجي تحب تغنيها تحس بالصعوبه بتاعتها. فده جيل ما يتعوضش. كلمات صعبه وبيقولها هو بسلاسه. طبعا 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 الله الله الله. فكل دول يعني استفدنا منهم وتعلمنا منهم وحبيناهم وحببونا في الفن. فسبحان الله، يعني جيل ما يتعوضش، واحنا عايشين على كل الذكريات بتاعتهم الحلوه اللي اتثبت جوانا. وبتحب الدند لمين بقى؟ والله كتير. يعني مثلا اقول لك مثلا أهرب من قلبي أروح على فين، لالينا الحلوة في كل مكان، مليناها حب إحنا الاتنين، ومالينا الدنيا أمل، أمل. أهرب من قلبي أروح على فين، لالينا الحلوة في كل مكان، مليناها حب إحنا الاتنين، ومالينا الدنيا أمل، أمل، أمل وحنان. الله عليك. سوم القمر، سوم القمر، سوم القمر، سوم القمر. طبعا طبعا. فحبيبي يا حبيبي، فعايز اقول لحضرتك انه يعني مثلا في مره من المرات كنت قاعد جنب الاستاذ عمر شريعي، فكان في حد كده، انا بقول الكلام ده عشان ايه اللي حاصل في مصر، الناس مستغربه اللي حاصل، مهرجانات والحاجات اللي حاصله دي. انا مش انا ما بحرقش اسئلتنا. لا لا. طيب خلاص. ففي مره كنت قاعد جنبه، فكان في حد ناجح قوي كده يعني بلغه الشارع يعني، وانا كنت متضايق يعني ازاي يعني النوعيه دي بتنجح. فراح بص لي كده، رحمه الله عليك يا حبيبي يا استاذ عمار، وقال لي بص يا حسن، انا اقول لك حاجه، ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي بيقول ايه؟ وعزتي وجلالي لأعطينا قليل الحيله حتى يتعجب اصحاب الحيله. فما تستغربش. سبحان الله. قلت له يعني قال لي طبعا. قال لي بس ده يا حبيبي ده اسمه متغير، ده ما يكملش، ده ما يعيش، ده من الناس ما تعيش فيه كتير، ده عامل زي الايه؟ زي النكته. تضحك عليها مره وخلاص، مش تضحك عليها تاني. مش هتعلم. مش هتعلم. فده اللي حاصل، يعني ده بقول ايه؟ القادم اجمل، وبرده ان شاء الله القادم اجمل، وهتسمعوا حاجات حلوه كتير في الفتره اللي جايه دي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله هتبهرنا كده بحاجه جديده. ان شاء الله. شكلك عامل مفاجاه. والله في اكتر من حاجه، يعني احنا دلوقتي ان شاء الله هتسمعوا حاجه ان شاء الله في الاحتفالات اللي جايه دي، عاملين حاجه نفرح بها مصر والمصريين، ونفرح بها سياده الرئيس ان شاء الله، هيفرح بها جدا جدا ان شاء الله باذنك يا رب ان شاء الرحمن. اسمها رجعت مصر.
الله. إن شاء الله بإذن الله. دي كلمات الشاعر محمد صلاح عطيطة وألحان خالد جنيدي وتوزيع بلبل، إن شاء الله هتسمعوها قريب وهتبقى من ما ينفعش كده، مش هقدر عشان ما نحرقها. صح؟ طب قول لنا أي حاجة كده من الألبوم. طبعاً نقول حاجة من الحاجات الجميلة إن شاء الله. هقول لك حاجة مفاجأة جداً وهفاجئك بها دلوقتي. طيب أنا بحب المفاجآت. حاضر. لو جاي تضيعني اللي جاي خليك مكانك، انسى زماني وسيبني انسى كمان زمانك. لو جاي تضيعني اللي جاي خليك مكانك، انسى زماني وسيبني انسى كمان زمانك. انا ياما ضيعت السنين مستنياك، انا ياما دوبني الحنين وانا مش معاك. لو لسه فاكر قلبي يتحمل جروح، ابعد ابعد وروح، هنا مش مكانك. الله عليك. الله الله. هنا مش مكانك. هنا مش مكانك. على فكرة دي كلمات، دي بقى دي ألحاني وكلمات منال رياض. منال؟ طبعاً. والله العظيم طبعاً. منال رياض دي شاعرة، المفاجأة الجميلة دي، شاعرة جامدة جدا بس لما بتكتب بمزاجها. يعني هي منال كانت هتبقى النهاردة ضيفة معانا بس هي تعبانة شوية فما عرفتش تيجي فاعتذرت لنا. ألف سلام عليك. ألف دي شاعرة أنا أعرفها من سنين، شاعرة وشاعرة جامدة جدا بس هي بتكتب مزاجات هي كده، عارفة حالة طبعاً. حالة إيه ده بس إيه ده، دي روعة طبعاً. روعة. لا شاعرة جامدة جدا روعة. جدا هتكتب إن شاء الله في الفترة اللي جاية، هتكتب حاجات حلوة إن شاء الله. يا منال إيه الإبداع ده؟ دي من أوائل الحاجات اللي هتسمعها قريب إن شاء الله. قولي منال إيه يعني، إيه قصتك مع التترات يعني؟ شوف بقى، أنا تربيت عليها. بمعنى إيه؟ ما كنتش أعرف إن ربنا سبحانه وتعالى بيحط البني آدم في الحاجة اللي بيحبها، بس هو مش واخد باله، بتتأخر شوية بس هو ده معادها، وما تأخرتش هو ده معادها. كنت زمان أقعد أسمع مثلا كل الحاجات اللي عملها علي حجر، شهد ودموع، الأيام، اسمع الاستاذ علي محمد الحلو اللي بيعمل مسلسل اديب، اسمع شوفي كل ده، كله ده بتاع سيد حجاب وعمار الشريعي. يشاء المولى السميع العليم انه انا اشتغل مع الاستاذ سيد حجاب واشتغل مع الاستاذ عمار الشريعي. فالتترات دي انت عارف من 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 الحاجات، اصل دي اول حاجه انت بتسمعها، فيا اما تقعد للمسلسل يا اما تنصرف عنه. فيا سلام لما تبقى معموله حلو ومتكلفه ومتلحنة كويس وكلام الفكرة جميل. التتر بيبقى في المسلسل بيجذب المشاهد بطريقه فظيعه، بس لما يبقى معمول كويس، لما يبقى معمول كويس، لما تبقى فيه ناس فاهمه. يعني انا شفت بعيني، شفت بعيني يعني، وعشت الاستاذ عمار الشريعي بيتقري له السيناريو كاملا دور دور عشان هو عارف انه مثلا الشخصيه الفلانيه ليها جمله مزيكا خاصه بيها، الشخصيه الثانيه ليها جمله مزيكا خاصه بيها. فانا شفت ده بعيني، كانش يخش كده ويلحن الكلام وخلاص يجيله، لا 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 لا، كان بيعمل حاله من المعايشه للمسلسل ككل، ويعرف كل واحد مين اللي قايم بالدور ده ومين اللي قايمه بالدور ده، فعشان يقدر يفصل له جمله المزيكا عشان كده تسمعها عمار الشريعي، عشان كده تقدر تسمع كويس. ايه ده، تحس ان شيء عبقري، تحس ان هو منصهر ومعجون جوه العمل الدرامي. في راحه نفسيه فنيه طبعا، يبقى في راحه نفسيه. شوفي 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 ارابيسكو مزيكته عامله زي من جوه، مش ممكن. شوفي علي علي مثلا، تتر علي علي دوت، ده غير مفهوم الناس عن التترات، لان كانت الغنوه كانت بتبقى دراميه قوي وحاله كده من الحالات. انما عمار الشريعي حطني في حته سبحان الله في الغنوه دي ما فيش حد في مصر ما غناهاش، لدرجه ان كان في ناس بتسمي اسم ابنها علي على مقدمه علي ونهايه علي بابا. واحده ست مثلا قابلتني قالت لي مثلا حاجه غريبه جدا والله، قالت لي انا
لما بتخاصم مع جوزي ويحصل بيني وبينه مشكله، هو اسمه علي، ابعت له الغنوه بتاعتك علي يا يعني بتصالحوا بالغنية، بتصالحوا بالأغنية. فشوف الناس بتتأثر ازاي بالأعمال الدرامية، سبحان الله. فهي دي من الحاجات الجميلة، وده حبي وعشقي للمقدمات ونهايات المسلسلات. طيب احنا هناخد فاصل ونرجع لكم تاني مع علي علي. أعزائي المشاهدين، بنعتذر عن كان في عطل فني في المدينة كلها، فبنعتذر لكم وبنستسمحكم يعني معلش. وهنرجع تاني مع الفنان حسن فؤاد ويكلمنا على علي. اتفضل يا فنان. بنعتذر لك. لا 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 خالص، بنعتذر بجد والله على مستوى المدينه. شرف لي وسعاده انا موجود معاكم، ربنا يخليك. علي علي دي بقى زي ما قلت حضرتك، دي من الحالات اللي هي يعني غيرت فكر كل حد بيشتغل في مهنه التمثيل او في مهنه انه يبقى مخرج او انه يقدم عمل درامي، في لان التتر خلى المساله اختلفت خالص. عارفه لما تعملي تتر الناس تغنيها في الشارع، يتغنى في الافراح، يتغنى في الحفلات، فدي ما كانتش موجوده كتير يعني. أيوة. فده من الحاجات اللي فعلا سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى انعم عليا بيها وحطيني فيها الاستاذ عمار الشريعي. يا حبيبي كان يا مكان إنسان فقير غلبان، يا حبيبي كان يا مكان إنسان فقير غلبان، سارح يبح الآن واسمه علي بابا، اسمه علي بابا. يا علي يا علي يا عتراف الليلي، يا علي يا علي يا عتراف الليلي، وحياة سيدنا الوالي فين انت يا علي وعلي، علي علي يا علي يا علي يا علي يا عتراف الليلي، يا علي يا علي يا عتراف الليلي، وحياة سيدنا الوالي فين انت يا علي وعلي، علي علي يا علي. وده كان رمضان الجميل يا سيدي. الله الله يعني صدقني احنا صوتك وحشنا كتير. ربنا يخلي حضرتك، ربنا يخليك يا رب بجد. ما تغيبش عننا. لا ان شاء الله، لا ان شاء الله. خلاص حاجات حلوه كتير جايه. انتهيت من مسرحيه مع انا ولقاء سويدان على مسرح البالون، اخراج الاستاذ الكبير الجميل مراد منير. طبعا. حبيبي ربنا يشفيه يا رب، يديله الصحه والعمر، هذا المخرج العبقري. عاملين تجربه جميله جدا جدا، الروايه اسمها السلطانيه، دي اتصورت وان شاء الله هتعرض على تبع وزاره الثقافه اونلاين ان شاء الله، وتعجب الناس، وان شاء الله يكون لها عرض في الصيف ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. دي من الحاجات اللي الناس هتسعد بيها ان شاء الله، وعوده للمسرح الغنائي الاستعراضي ان شاء الله باذن الله. ويعني افتقدناه. طبعا. وهقول لحضرتك حاجه، انا عملت تجربه من اجمل التجارب اللي اتعملت على مسرح الدوله. انا والفنانه الكبيره اللي من خلال شاشتك الجميله دي بدعوها انها ترجع بقى، أثر الحكيم أستاذتي حبيبتي. يعني عملت معها أحلام ياسمين على مسرح البالون. كنت أنا ومعها كوكبة كبيرة قوي قوي قوي، الأستاذ جمال إسماعيل، الأستاذ هادي الجار، رحمة الله عليك ورحمة الله عليهم جميعا، وسوسن بدر وأحمد عبد الوارث، كانت مجموعة كبيرة جدا جدا. العمل ده شوف من خلال المسرحية دي شافني المخرج الجميل أستاذ أحمد النحاس ورشحني لمسلسل الوتد. لو اتكلمنا على الوتد ده بقى، ده كلمني بقى عن الوتد، كلمني. وليك اغنيه شهيره في الوتد. الله. كنت بتغنيها في وسط الخضره. الله ده كتير. الجنيه. اغنيه الجنيه. الله. اغنيه شمع عقيد عشان عزيزه. فاكره عزيزه؟ عزيزه عزيزه اللي لبست عبد القادر البيجامه. عزيزه اللي لبست عبد القادر البيجامه. عبد القادر عبد الباقي البيجامه. صحيح. لبست البيجامه ازاي عبد القادر؟ هقول لحضرتك حاجه، بص مسلسل الوتد ده والله انا لما بقعد اتفرج عليه عارفه بقول المسلسل ده نجح، يعني ايه سبب نجاحه النجاح الكبير ده؟ اولا مسلسل لما تشوف لتكلفته مساله بسيطه جدا. لما تشوف عناصر الابهار فيه مفيش. ناس لابسه جلاليب وغيطان وبيت متواضع واسره بسيطه جدا، بس شوف المسلسل من الطبيعه اثر في الناس ازاي؟ اثر قوي، لان الموضوع مس كل الناس. فاطمه تعلبه دي هدى سلطان رحمه الله عليك يا استاذه، رحمه الله عليك، شفت معاها اجمل واسعد ايام. كنا بنصور المسلسل ده في الفيوم. انا مع من خلال شاشتكم الجميله دي برضو بعمل دعوه لكل اللي ما راحش الفيوم يروح يشوف الفيوم. هنروح الفيوم، بس عايزك قبل ما تروح الفيوم وقول لنا روح الفيوم. يلا تقول الو. اقول الو. الو الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حبيبي الغالي. لا عارفك، عارف لا صوتك الجميل، عارف استنى. صوتك الجميل يا حبيبي يا دكتور زكي. بالظبط يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا دكتور زكي، منور الدنيا. انت بص صوت الطرب الاصيل يا حبيبي، انت عاشق لمصر، انت قلمك لا يتجه الا لمصر وخايف على مصر وبتحب مصر من كل ناحيه، فنيا وسياسيا واجتماعيا وادبيا، وعايز مصر تبقى في احسن بارك حته. الله فيك. بارك الله في قلمك يا حبيبي يا حبيبي يا دكتور زكي. الحقيقه في البدايه اود ان اثمن دور القناه الجميله قناه الصحه والجمال، ممثله في الجو الاعلاميه الراقيه الاستاذ محمود والاستاذه نجلاء. ربنا يخليك يا دكتور. ومهنيتهم الراقيه في استضافه قامات محترمه تعبر حقيقه عن الهويه الحقيقيه لشعب مصر العظيم يعني. وحشنا يا دكتور، وحشنا. الله طبعا يا فندم، وحشنا. طبعا يعني حسن فؤاد ما يتنسيش ابدا. الله يخليك يا دكتور. حسن فؤاد ده يعني انا مسميه صوت الطرب الاصيل يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، يعني على انغام ورف الانون يعزف حرف صوت الدراما يا حبيبي يا حبيبي بجد والله. لما نتفرج على الوتد ونشوف الحاجه فاطمه تعلابه وازاي بتسري في ابنائها قوه التلاحم والتضامن الاجتماعي، نحن ونشتاق الى مصر الجميله. الله. مصر طبعا لا يفوتني في هذا المقام ان انا اثمن دور القياده السياسيه العظيمه طبعا بقياده فخامه الرئيس العظيم الرئيس السيسي طبعا وكم الجهد الكبير المبذول للارتقاء بمكانه وقيمه هذا الوطن. الله. لكن اسمحي لي حضرتك، للاسف الشديد في الوقت اللي القياده بتسوس كل فرائضها وقوتها للوصول بمصر للهدف المنشود، نجد من يعمد الى بذر السوس زي ما بيقولوا في قوى مصر الناعمه اللي بتؤثر في الهويه الراقيه لشعب مصر العظيم. اللي مش معقول يكون عندنا حسن فؤاد، علي الحجار، محمد الحلو، ونسلط الضوء على حفنه من الشرازم او مجموعه من الشرازم. لا، احنا عندنا ناس جميله، مصر مليئه، مصر طول عمرها درت فنون الشرق. الله. فاتمنى ان في الوقت اللي احنا بنسعى فيه للوصول للرياده قدما مع قيادتنا السياسيه يكون في يعني احتضان لقوه مصر الناعمه الحقيقيه. عندنا نجوم كبار في مجال الدراما وفي مجال الطرب. ما ينفعش يكون واجهتنا المجموعه اللي بتسيء الى درت فنون الشرق. صحيح. واتمنى ان شاء الله ان مصر يعني تظل دائما رايتها خفاقه. وحقيقه اشكركم على استضافتكم لنجم جميل حبيبي. الناس كلها مشتاقه اليه حبيبي. وانا شخصيا بعتبره جزء من نوستالجيا الزمن الجميل. دكتورنا ازاي حضرتك الاول؟ حبيبي يا حبيبي, حبيبي. استاذ محمود الصديق العزيز. دكتورنا ازاي حبيبي؟ ازيك يا حبيبي؟ الله يعزك. عامل ايه؟ الحقيقه مش عارف اشكرك ازاي. انك انا اللي بشكرك على المداخله الجميله دي. اكون معاكم. ربنا يعزك يا دكتور. قلبا وقالبا ربنا في برنامجكم الجميل ده. ربنا يخليك يا دكتور زكي. دكتور زكي السعيد، انت حضرتك يعني قامه كبيره طبعا. الله يبارك في حضرتك. والاستاذ احمد عبد العزيز عامل ايه؟ انا عارف ان هو الصديق الاستاذنا. طبعا صديقنا كلنا. انا عارف صديق الدكتور طبعا. حبيبي احمد عبد العزيز ده ملك الدراما العربيه. طبعا طبعا ان شاء الله هنجيبه معانا قريب باذن الله. ان شاء الله هنستضيفه الاستاذ احمد. نتمنى حقيقي ان انتوا تكونوا مستضيفينه قريب ان شاء الله. بس ايه رايك يا دكتور، يعني الفنان حسن فؤاد غاب بس لسه معلم في قلوب الناس. حسن فؤاد ما بيغيبش. لا، غاب عننا بس معلم في قلوبنا، ما فيش حد ينسيه. ولازم يعلم يا ست الكل، يا ست الكل لا يبقى الا الصحيح. صح. ارابيسك بقى لها كام سنه النهارده؟ انت داخله في 26 سنه. ما تكبرنيش بقى. لا. لا 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 مش 26 يا دكتور، 26 يوم. 26 يوم. 26 يوم. لكن تظل اوتار حسن فؤاد ونسماته الراقيه وصوته الجميل علامه في اذن المواطن المصري، تحن وتشتاق اليها كل ما تحبي يعني تسمعي موسيقى هادفه ولحن وطرب اصيل. افتحي حسن فؤاد، افتحي علي الحجار. الله. الله. افتحي محمد الحلو. طبعا طبعا هتحسي في هدوء نفسي. هدوء نفسي هتحسوا بمصر الحقيقيه. الله. صح. الله 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 فعلا. صح. فعلا اتمنى لكم التوفيق. الله يخليك يا دكتور وبشكرك جدا. حبيبي حبيبي يا دكتور. حبيبي ربنا يبارك فيك. حبيبي ربنا يبارك فيك. موفقين باذن الله. ربنا يخليك يا دكتور.
خالص. تحياتي. تحياتي. شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور. عاوزك بقى طبعا الدكتور حبيبنا الصديق العزيز الدكتور الله. بس كنت عايز اعرف منك الفنان رحمه الله عليه عبد الله محمود. يا انت بتاخدني في حته بقى بتوجعني. يعني عبد الله محمود ده كان عامل زي النسمه واحنا شغالين في مسلسل الوتد. شوف كان كام شاب موجود، يعني احمد سلامه، عبد الله محمود، مجدي فكري، شقنقيري، شله فتوح احمد. ورغم ده كل واحد فينا كان خايف على التاني. يعني كان يجي مثلا عبد الله محمود قال لي جمله عجيبه جدا، والله انا ما تنبهت ليها الا بعد سنين. وانا ماشي كده جنبه كده، فراح باصص لي كده وقال لي يا حسن خلي بالك، يعني انا احنا ما عندناش مطربين جنات، فخلي بالك من نفسك. استوقفتني المساله دي. شوف هو باصص لايه، ما هو برضو اصل المطرب ده شكل طبعا حكايه، وخلي باله من نفسه وخلي باله من صحته يعني مش عارف ايه. فشوف هو بص لي من اني ناحيه، وكان يجي كده مثلا وكلنا يا ريت تعمل دي بالشكل الفلاني يا حسن. هم طبعا خبره عني في طبعًا التمثيل طبعًا طبعًا. فما كنتش حاسس بغربه معهم رحمة الله عليه ابدا يعني ابدا ابدا. ناهيك عن مثلا اولا موت عبد الله ده كان من اسباب تحولي في حاجات كتيرة قوي قوي، لان عبد الله محمود انا شفته حياته وعيشها ازاي. انا مش عايز اتطرق ليها ولا مش عايز اخش يعني فيها، مش عايز اخش فيها بس يعني هقول نبذه بس بسيطه عنها. معلش انا مش هتطرق ليها والله. احنا في الجديد طيب دلوقتي طيب وان شاء الله ربنا ان شاء الله كله الله جميل. هو برضو من احد اسبابي ان انا توقفت شويه كان برضو وفاه عبد الله محمود، وان انا بفضل ربنا حفظت القران وحصلت على اجازه من معهد القراءات. بس عايز اقول لحضرتك انها كانت من احلى سنين عمري اللي انا عشتها في سكينه وهدوء، ولكن الوقت بيقول لي انت في اتجاه لازم تروحه. مصر محتاجه وقفه فنيه بقى، ونعمل شيء يبقى فيه ابهار وفي جمال وفي ناس بتحب مصر. زي ما انا قلت لحضرتك دلوقتي احنا راجعين بغنوه رجعت مصر، فان شاء الله رجعت مصر ورجع مصر لحاجات حلوه كتير قوي قوي. واللي مش شايف اللي بيحصل في مصر دلوقتي يبقى عنده مشكله. لازم لازم يبقى عارف ان مصر بيحصل فيها اشياء ولا 30 سنه عشان تتعمل. اكيد طبعا اتعملت في وقت يعني قياسي قياسي. ما فيش حته في مصر ما فيهاش شغل يا جماعه، امشوا في كل حته ما فيش حته ما فيهاش شغل. في ظروف صعبه بس كل ده هيتحل وكل ده هيبقى جميل ان شاء الله الرحمن. فعايز اقول لك ان الوتد كانت رسالته دي اللي هي ايه؟ الوحده، التوحد، يبقى كلنا حاجه واحده وطنيه وداخليه. يعني شوفي لما مسكت عبد العزيز قالت له يا عبد العزيز امسك العصاية وكسرها، لما كان عايز يسيب البيت ويمشي قالت له اكسرها. قالت ايه ده اتكسر؟ قالت طب امسك مجموعه العصي دول واكسرهم كده. ما عرفش يكسرهم، ما قدرش. قالت له هو ده اللي انا عايزاكوا تبقوا عليه، وهو ده كان مورال المسلسل كله، ان يبقى في وحده على مستوى العالم العربي كله. صح. على مستوى مصر كلنا ايد واحده، اسره من زي ما الرئيس بيقول زي ما الرئيس بيقول طول ما احنا كده ايد واحده محدش يقدر، مفيش حد هيقدر. فعايز اقول لك ان الوتد كان من 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 الذكريات اللي لا يمكن تنسى ابدا. كنت اقعد جنب هدى سلطان مثلا كده، اقعد جنبها كده واعكسها فيلم بتاع رصيف نمره 5 مثلا في الاغاني بتاعته والمواويل. فراح جايه اقول لها ايه يا صاحب بعتني خليت ثمن غالي الله وعلي سعري وخلي لي الشرف غالي. الله هتبصي لي كده تقول ايه ده ايه ده ايه ده. طبعا يا استاذه حافظين الحاجات دي وبنحب الحاجات دي. فطبعا هدى سلطان رحمه الله عليها، يوسف شعبان الجميل الجميل، يوسف شعبان الجميل، هلا فاخر، حنان ترك، لا 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 ده كان موضوع كبير قوي. كان عمل كان جميل من اجمل الاعمال اللي عملتها، كان جميل وسبحان الله شوفي تاثيره في الناس. يعني هي قابلني واحد قال لي بيقول لي انا اولادي عندهم 16 17 سنه، تصدق ما بتفوتهمش حلقه من مسلسل وتد. فبصيت له كده قال لي هم ما حضروش لما المسلسل كان اتعمل ده، ولكن دلوقتي بيتفرجوا على حلقه حلقه. فشوف الاعمال لما بتبقى قويه وجميله وليها هدف بتاثر في الناس ازاي، وده اللي احنا عايزينه. وان شاء الله اللي جاي احسن واحسن 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 ان شاء الله باذن الله. سمعنا ايه فنان؟ نقول في ناس دخلت حياتي وناس خرجت خلاص، حكايات أنا شفت فيها الحكمة والخلاص. في ناس دخلت حياتي وناس خرجت خلاص، حكايات أنا شفت فيها
الحكمة والخلاص، إن المحبة طيف بيعبر الزمن، والوقت الحلو ضيف غالي وملوش تمن، إن المحبة طيف بيعبر الزمن، والوقت الحلو ضيف غالي وملوش تمن، وإن المكتوب بيحصل برغم الاحتراس، في ناس دخلت حياتي وناس خرجت كتير، أحلامي وذكرياتي مصير يسبق مصير، في ناس دخلت حياتي وناس خرجت كتير، أحلامي وذكرياتي مصير يسبق مصير، أتأمل في اللي راح وأتعلق بالأمل، وسماح مليون سماح من القلب اللي احتمل، أتأمل في اللي راح وأتعلق بالأمل، وسماح مليون سماح من القلب اللي احتمل، أصل المكتوب بيحصل برغم الاحتراس، في ناس دخلت حياتي وناس خرجت خلاص، حكايات أنا شفت فيها الحكمة والخلاص. الله عليك، الله عليك يا فنان. دي كلمات وألحان الأستاذ مدحت الخولي، ومن الحاجات الجميلة اللي أنا بحبها خالص. جميلة جميلة يا فنان. الله الله الله، مصر مليانة مواهب. أكيد. مصر مليانة ناس، حاجات جميلة على مستوى الكلمة وعلى مستوى الألحان وعلى مستوى الدراما. شوف سبحان الله، يعني دايما بقول إنه ناس كتير تقول لك بص احنا وصلنا ليه، والله ابدا في حاجات حلوه كتير، يعني في اعمال دراميه بتقدم جميله، انما هي مش بالكم اللي كان بيتقدم الاول، الا انه في حاجات حلوه. حضرتك كنت قلت لفظ من شويه جميل، يعني استاذ عمار الشعريه رحمه الله عليه الله كان بيسمع السيناريو كامل. الله. دلوقتي احنا عندنا مسلسل اسمه كذا، خلاص احنا هنطلع له اغنيه وكذا وكذا، مطرب يعمل اغنيه وفي الاخر يطلع واحد بس. طب ايه ده كله؟ طب بقى يا استاذ حسن، صح ولا انا غلطان؟ انا اسف يا نجلاء، يعني صح ولا انا غلطان؟ انا مع حضرتك. بس هو هي الموضوع انا اسف، يعني بقت عشوائيه، يعني 50 مطرب بيغنوا اغنيه واحده وفي الاخر يختدم. عشان كده ما بقاش في حاله من الحاجات اللي بتدوم اللي بتعيش. بالظبط. يعني انا جيت حد فقلت له ممكن تقول لي تتر من تترات السنه اللي فاتت معلق معاك؟ السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت على طول قال لي ما حدش قالها. طب اللي قبلها؟ لا. طب اللي قبلها؟ لا. طب انا اقول لك تترات بقى لها 45 سنه. بيتنسي. لا، الحلميه وارابيسك والوتد. وارابيسك بقى لها 26 يوم. 26 لا 27 سنه. من 93. من اعمالي الجميله. وانت قاعد بقى كده مع نفسك من الاغاني الشعبيه بتاعت اليومين دول دلوقتي ممكن استنى يا محمود بدي اضحك، ممكن تدندن في اغنيتي ايه الاغنيه؟ لا ما تضحكش عليكي، ما اقدرش دلوقتي. لا مع نفسك. طيب مع نفسك. لا مثلا، لا اقول شعبي او تسمعها او لا تسمعها. لا كده. انا لا اسمع حاجات كتيره، بس من دلوقتي باخد فكره، عارفه اللي هو ايه؟ لازم اشوف، لازم اشوفهم بيعملوا ايه يعني. ما اضحكش عليك، انا مجهز غنوه ان شاء الله هتسمعوها قريب جدا جدا، يمكن الجمعه اللي زي اللي بكره دي ان شاء الله تبقى نازله. ان شاء الله. اسمها زمن الانصاص. زمن الانصاص. زمن الانصاص. الانصاص معلش. دي كلمات زمن الانصاص، دي كلمات صلاح عطيه والحان وتوزيع. طبعا والحان وتوزيع احمد بدوي ان شاء الله، دي ومعايا المطرب الشعبي الجميل خالد الطيب ان شاء الله. دي تجربه هتعجب الناس، انما انا بحب الشعبي. طبعا بحب الشعبي وعشقت العزبي. العزبي ده كان الفاكهه بتاعتنا في الحفلات. لا انت لا انا لا لا. ما بجيبش سيره العزبي دي قيمه وقوه. ما هو انت بتقولي الشعبي. انا بتكلم على الشعبي اللي بيشتغل دلوقتي، اللي دلوقتي بسمعه كده، بس ما اقدرش، ما اعرفش اغنيه. انت بسكوتايه انا قالوا لي عنها الغنوه دي، بس ما اعرفهاش والله. بس هقول لحضرتك حاجه، والله بص هقول لحضرتك حاجه، انا مش ضد اغاني المهرجانات ابدا، انا ضد الكلمه. يعني ما حاولتش اللي انت تشوفهم بيقولوا ايه؟ لا طبعا حاولت طبعا وسمعت. سمعت؟ ما انا عملت زمن الانصاص عشان كده. ما هي زمن الانصاص كده في السكه دي. ردتها؟ ردتها؟ لا رديت، غنيت زمن الانصاص، دخلت وغنيتها ونفذتها خلاص ان شاء الله، وهتسمعوها قريب جدا جدا. انما هي الشكل
ولكن الكلمه بقى موضوع تاني خالص اللي احنا بنقوله. طب انا بقى عايز اخدك لحته تانيه. اتفضل. حضرتك دلوقتي الاغاني الشعبيه القديمه، الله الله، عدويه طبعا، رشدي طبعا، العزبي طبعا، يعني يعني القامات القديمه تفتكر فيها ايه وتقول لنا ايه؟ يا نجف بنور يا سيدي العرسان، يا سيدي العرسان، يا قمر ومنور على الخلان، سيدي على الخلان، يا نجف بنور يا سيدي العرسان، يا سيدي العرسان، يا قمر ومنور على الخلان، يا نجف، يا نجف سيدي، يا نجف سيدي، يا نجف حلو يا نجف، حلو ومدلع من يومك، واسم الله عليك ملو هدومك، حلو ومدلع من يومك، واسم الله عليك ملو هدومك، حلو ومدلع من يومك، واسم الله عليك ملو هدومك، والدنيا دي عايمة على أمك، الدنيا دي عايمة على أمك، بتغني أمان يا لالالي أمان، يا نجف، يا نجف سيدي، يا نجف، يا نجف حلو يا نجف. يا حبيبي ربنا. بص هقول لحضرتك حاجه، اتفضل. تصدق ان غنوه الاطلال دي غنوه شعبيه؟ ايوه، ده مش ليه؟ عارف ليه؟ لانها العالم كله سمعها، النجار بيسمعها، الميكانيكي بيسمعها، السفير بيسمعها، الوزير بيسمعها، كل الدنيا بتسمعها. دي الاطلال يعني ايه؟ لانها خدت نطاق كبير. شعبيه يعني ايه؟ يعني انتشرت. هي مش شعبيه يعني اللفظ يبقى شعبي، لا خالص. لا هو الشعبي غير المهرجانات يا استاذ حسن. إيه؟ نعم. الشعبي غير المهرجانات، يعني اللي احنا بنسمعه ده اسمه مهرجان مش شعبي. الشعبي دوت اللي حضرتك بتقول عليه بتاع العزبي، بتاع عدويه، رشدي، بتاع رشدي. انا مع حضرتك والله، بس احنا انا يعني انا مش عايز احجر عليهم. لا لا، انا في يوم من الايام انا في يوم من الايام كنت بسمع حد، ووالدي قال لي، قال لي ايه القرف اللي انت بتسمعه ده؟ مش هقدر اقوله طبعا دلوقتي. طب لا، ايه القرف اللي انت بتسمعه ده؟ والدي والله زي ما بكلم وناس كبار كانوا يقول لك ايه القرف اللي انت بتسمعه دلوقتي؟ هو دلوقتي نجم كبير خالص يعني، فعايز اقول لك انه ده كان ذوقنا احنا في وقتها، فدلوقتي الشباب بيسمعوا ده. انا مش ضده والله، انا بس قلت ايه؟ ضد الكلمه، انما مزيكا اوكي، المزيكا بتسمع بكل الوانها وبكل اشكالها، ولكن الكلمه انت بتقولها ازاي؟ ايه الكلمه اللي انت بتقولها؟ بس وطبعا الاصوات، طبعا ناهيكي بقى عن الاصوات، دي قصه تانية خالص، قصه يعني تانية خالص طبعا، كبير 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 ونتكلم في كتير، انه لانه زمان كان في لجنه استماع اكيد طبعا. يعني انت عشان انت لا انا بقى طب معانا اتصال. طب اتفضل. الو، مساء الخير. مساء النور. مساء النور. انا بهنيكوا على البرنامج الجميل القايم دوت. تسلم استاذ روبير. حبيبي يا ريس، حبيبي، وبشكركم على القامات الفنيه اللي حضراتكم بتستضيفوها. يا رب يخليك، يا رب يخليك. ولا انا بتكلم بجد، انا بص هقول لحضرتك حاجه، يعني انا صريح جدا وبتشرف بيك، وسؤالي نفس سؤال كنا بنساله من شويه، انتوا فين؟ حضرتك فين؟ حاضر. ليه مش ظاهر معانا على الشاشه؟ حاضر. ليه يعني مفتقدين الحاجات الحلوه؟ حاضر. انت معلم في يعني الناس يا حسن. استاذ روبير الاول، استاذ روبير فضفضه مع روبير البرنامج اللي قبلنا، استاذ ده طبعا المذيع الجميل، بنكمله كل احترام وتقدير. استاذ روبير شاكر لحضرتك، وشاكر كلامك ده نابع من حبك ليا وحبك لكل فن جيد وحبك لمصر قبل اي حاجه تانية. انا معاك ان احنا اتاخرنا شويه، انما اوعدك القادم اجمل، وان شاء الله احنا عاملين نشاط كبير. يعني انا لسه قايل انا عملت مسرح على مسرح البالون، وحاليا في غنوه ان شاء الله هتسمعوها قريب جدا اسمها رجعت مصر، دي في الاحتفالات القادمه ان شاء الله، علاوه على مجموعه اغاني يعني هتنزل يوم الجمعه ان شاء الله الرحمن اللي جاي ده باذن الله، زمن الانصاص، وعاملين حاجه اسمها وحشتنا، فان شاء الله في نشاط حلو، وان شاء الله اوعدك ان القادم اجمل واجمل واجمل باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. انا بستاذن حضرتك وبستاذن الاساتذه اللي مع حضرتك. العفو يا فندم، اتفضل يا استاذ روبير. انا كان معايا من شويه فنان عظيم، الفنان احسان تركي. احسان تركي قامه وقيمه طبعا. احنا عايزين كل واحد في مجاله، حضرتك والساده زملائك، تتكاتفوا، وما اعرفش بقى، ما اعرفش تسموها جمعيه تسموها نقابه، انا مش فاهم. الناس اللي هي
التراث الجميل، مش تراث، انتوا برضه انتوا قريبين يعني، عايزين صحيح. نرجع، عايزين صحيح. بقى اللي هو نطغى على الحاجات الوحشه اللي بنسمعها اليومين دول، ما تسيبوناش كده، ما تسيبوش ولادنا كده، ما تسيبوش اولادنا للنوع الفن اللي انا شايفه مش قد كده، مش عايز اقول لفظ. عندك حق والله، عندك حق، بس برضه هقول لحضرتك حاجه، مصر بتمر بفتره من اصعب فتراتها، يعني انت عارف برضه الحفلات قلت خالص خالص، يعني انا بناشد من خلال حضرتك دلوقتي، انا واحد من الناس عايزين الاوبرا، عايزين نطلع في حفله واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، والناس تشوفنا بشكل مستمر، يعني انا دايما بقول ان الحفلات دي هي اللي هتلم كل الفنانين الجيدين اللي هم بيحملوا مضمون وبيحملوا قيمه، فانا دعوه من خلال حضرتك من خلال هذه الشاشه ان احنا عايزين حفلات الاوبرا تزيد شويه، عايزين نتواجد على قد ما نقدر برضو مع الاخذ بالاجراءات الاحترازيه عشان الظرف الراهن اللي في العالم كله، وان شاء الرحمن باذن الله بوعدك ان احنا هتسمع حاجات حلوه وهتشوف حاجات احلى باذن الله في الدراما باذن الله، ان شاء الله ان شاء الله. احنا اتشرفنا بحضرتك، انا شرف ليا، شرف لزملائي حبيبي، سمحوا لي بالمداخله ديت حبيبي، وان شاء الله اللي جاي احلى ان شاء الله حبيبي، وانا بضم صوتك يا استاذ روبير، وان شاء الله يعني الفنان وكل الفنانين يتحدوا كده ويعملوا لنا حاجه جميله كده نسمعها ونشوفها ان شاء الله، زمن الفن جميل يعني. لا مستر محمود انا جاي بجري بسرعه عشان انا يا ريس تسلم لي، تسلم لي يا ريس حبيبي، شكرا يا استاذ روبير. الله الله الله، يعني الناس بجد هو متشوقه لكده، ما انا زي ما الاستاذ روبير كده بيقول ايه، احنا فعلا وبنسمعهم وممكن ندندنهم، انا وانا من ضمن الناس اللي بدندن برضه معاه، بس برضه يعني ايه في حاجات كده ممكن تيجي، لكن مش الحاجات العميقه اللي ابني ممكن يعني، انا اتربينا على هذا حضراتكم والاساتذه الافاضل صحيح، لكن دلوقتي بقى العجله دايره بسرعه، والله يا استاذ محمود هتتغير، معلش والله هتتغير، خلي بالك برضه، عايز اقول لك المناخ، الخريطه بقت صعبه، الخريطه بقت صعبه، بس برضه يعني يعني قول لي دلوقتي عشان تعمل حفلات، الحفلات قليله قوي عشان معلش عشان الظرف الراهن، بس الظرف الراهن، الظرف الراهن اللي احنا فيه، ولكن ده كل ده هيتحل وهتبقى جميله جدا الفتره الجايه والله، يعني انا بحضر حاجات كتير، والاستاذ علي برضه عنده نشاط كبير ونزل مجموعه حلوه جدا جدا، والاستاذ الحلو محضر حاجات وهينزل، والاستاذ مدحت شغال ومنير شغال، وفي اصوات كتيره شغاله والله، يعني فان شاء الرحمن في نشاط، وفي فتره اللي جايه دي فيه هتسمعوا حاجات حلوه كتير باذن الله، وانا انا انا اثق جدا في الجمهور المصري جدا جدا، لان انا بعد الفتره دي والناس تقابلني هذا الاستقبال، لما واحده تقابلني مثلا تقول لي انا اول برنامج شفتك فيه انا كنت قاعده كده، رحت شايله الكرسي ورحت حاطاه قدام الشاشه وقعدت ابص كده ودموعي نازله، ايه ده هو ده حسن؟ والله العظيم بتقول لي انا دموعي نازله، انا دموعي نازله ايه؟ عشان انا بحبك، عشان انت كنت وحشني بصراحه يا فنان، انا لما شفتك مع الاستاذه منى الشاذلي انا قلت انا مش فوت الفرصه دي، ولازما استاذ حسن يكون ضيف معايا في البرنامج، ليه الشرف والسعاده، انا بقيت بجد معاك، اتفضل حضرتك والله لا في حاجه تاني بقى بمناسبه الحلقه دي، انت قلت كده لفظ مش عجبني بس يعني حضرتك قيمه وقامه طبعا، الله يخليك الله يخليك، اتكلمت على زوجتك وقلت عليها كل ما حضرتك قلت عليه والله انا بصراحه انا احترمت حضرتك لا طبعا كل الاحترام في الاول وفي الاخر لا في الجزئيه دي حسيت بالتقدير حسيت اللي في حاجه جميله جواك والله اصل شوفي يعني يعني احنا مش احسن من النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدلع زوجته جدا وكانت السيده عائشه دي يعني حبه الاول والاخير ودايما احنا عايزين نقول الانسان لو ما اعترفش نقول لكل راجل يعني اقول يعني وجه كلمه بقى للرجاله والله شوفي يعني مش برضه مش عايز اجع الرجاله قوي لانه برضه الرجاله ليهم وجعهم وليهم مشاكلهم في الحياه ولكن عايز اقول لابد ان يبقى في حب الحب ده هو النسمه اللي موجوده في الدنيا صح يعني عايز اقول ايه الحياه كلها لازم تبقى لافلي يا جماعه لازم يبقى حب والله الست الاصيله معلش يعني طبعا انا معاك انا معاك انا طبعا انا بقول الست الاصيله اللي بتصون جوزها صحيح وبتقف معاه في وقت الشده بص عاوز بقى اسمع من حضرتك يعني ما كانتش فتره شده طبعا حضرتك كنت يعني يعني واخد كده جنب بيحفظ قران قران وكده وقفت معاك زوجتك ازاي؟ والله شوف انا الفتره دي حياتي اتغيرت خالص يعني واخد بالك واحد ماشي من الاضواء حاجات تانية خالص خالص ولكن في الفتره دي شفت حياه جميله قوي قوي وشفت ناس ما كنتش اتخيل ان في ناس جميله كده عارف اللي هو الحب لله ده
الحب في الله ده حاجة عالية وعميقة طبعاً وجميلة طبعاً ملهاش حل، وتلاقي كل شيء سهل بالنسبة لك. علاوة بقى على انك لما تلاقي حد بقى زوجتك بقى واقفة جنبك وبتساعدك وبتقول لك لا كمل وان شاء الرحمن اللي جاي احسن وهتبقى الحياة احسن وحياة الطف، فده في حد ذاته كان يديني دافع ان انا اكمل المسألة. وبعدين عايز اقول لك انه توفيق ربنا فوق كل اعتبار طبعا، وزي ما بتحب هتتحب، هو كده حلوة، زي ما بتحب هتتحب، وزي ما انت بتخلص هيخلص لك، هي ما فيهاش كلام. وعايزين نقول هي مش حرب، لا يا جماعه، وبعدين احنا مش اتنين، احنا واحد، المفروض كل زوج وزوج يبقوا واحد ما يبقوش اتنين عشان الحياه تستمر. وبعدين ما فيش حاجه اسمها انا وانت، لا 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 خالص خالص. و99% بل 100% من الستات المصريات من اعظم نساء العالم طبعا، طبعا والله العظيم، طبعاً ده حقيقة. اللي تستحمله الست المصريه ما تستحمله ست في العالم كله. لا معلش معلش معلش، خلي بالك ضغوط الحياه، ضغوط الحياه. وبعدين اسمح لي معلش، يعني تربيه الاولاد دي شيء صعب جدا. لا طبعا لا بجد، لا انا بهزر، لا بجد تربيه انا بقعد شويه. وبعدين انتوا في الصحه والجمال هنا مدلعين الستات قوي قوي قوي. انا هعمل معاكم برنامج، انا كنت بعمل برنامج والله والله العظيم، وندلعهم بالغنى وبالحاجات كده طبعا. في مرحله من حياتك برضه يا فنان الله، عملت حاجه للاطفال؟ طبعا ده حاجات. انا عملت مع مجيده نجم، عملت اغنيه جميله طبعًا جدا طبعًا للاطفال. اقولها لحضرتك بس الاول اتكلم عن مجيده نجم، لان مجيده نجم دي هي اللي عملت مثلا مسلسل اجمل مخرجه الزهور. طبعا مخرجه مجيده نجم عملت مسلسل اجمل الزهور بتاع نجوى ابراهيم اللي احنا تربينا عليه. يا شاء السميع العليم ان انا اعمل معاها مسلسلين مش مسلسل واحد. مسلسل اسمه شجره الاسرار، وكل الناس بتسال على المسلسل ده، وان شاء الله هجيبه لهم هذيعه ان شاء الله الرحمن ده باذن الله. ومسلسل اسمه مدرسه الفضائل. دول كانوا اخراج المخرجه الجميله، ربنا يديها العمر والصحه، وحشاني وحشاني يا حبيبتي وسامحيني مقصر في حقك. اخراج مجيده نجم. كنا بنعمل في المسلسلات دي على فكره، خلي بالك انا يعني من خلال برضو شاشتك الجميله دي وشاشتك الجميله دي فضل. انا يا جماعه يعني بأناشد عايز أعمل أعمال كتيرة للأطفال، لأن دي البنية الأساسية لمصر. إذا كان الرئيس دلوقتي عمال يصلح في مصر من كل ناحية، البنية الأساسية اللي عايز تصلح بجد تطلع هي الأطفال. دوركم يا رئيس، لأن دول هم اللي هيشيلوا الراية بعد كده. فأنا أنا بقول لكل كاتب أنا مستعد، كل ملحن أنا مستعد، كل شاعر أنا مستعد، إن أنا مش عايزين فلوس، عايزين نعمل عمل جميل للأطفال، عمل واثنين وثلاثة، نعلمهم، نقول لهم يعني ايه وطن، يعني ايه مصر، يعني ايه ام، يعني ايه اخ، يعني ايه اخت، يعني ايه المدرس بتاعي في الكلاس، يعني ايه المدرسه بتاعتي. احنا كنا عاملين حاجه مثلا بتقول ايه، شفت الطاووس المتعال فرحا بريش ومتعال، شفت الطاووس المتعال فرحا بريش ومتعال، لا عجبه فرخة ولا بطة علشان بريشه بيتغطى، شفت الطاووس المتعالي فرحان بريشه متعالي، لا عجبه فرخة ولا بطة علشان بريشه بيتغطى، لكن اهي الريح جياله تبهدله وتغير حاله، لكن اهي الريح جياله تبهدله وتغير حاله، منها تعب طار كل الريش كل السبي يقول غيري مفيش، منها تعب طار كل الريش كل السبي يقول غيري مفيش، لكن رجع قال انا غلطان مش ممكن ارجع زي زمان، لكن رجع قال انا غلطان مش ممكن ارجع زي زمان، فرحان بريشي ومتعالي على اصدقائي ومتعالي، شفت الطاووس المتعالي فرحان بريش ومتعالي، لا عجبه فرخة ولا بطة علشان بريشه بيتغطى، شفت الطاووس شفت الطاووس شفت الطاووس. دي للأطفال؟ طبعا دي الكبار كمان يسمعوها. لا 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 دي يعني بنقول له الغرور بيوصل ايه؟ هو كان معجب بريشه وبتاع، جه بقى ربنا راح جاب له شوية هواء طيروا له الريش ده بقى الريش. قال لك بس لا بقيت البطة اجدع منه. وطبعا البط اجدع، انا بحب البط، طلعت البط اجدع منه. في طبعا القامات اللي موجوده دلوقتي الاساتذه برضو الافاضل المطربين طبعا يعني برضو بتحب تسمع لمين دلوقتي انت؟ ممكن
تدندن له اغنيه. والله كلهم ما فيش حد ما بسمع. انا مش بختص هو. طيب. مش احراج ولا حاجه دي. لا والله خالص بالعكس. يعني استاذ علي ده حبيبي وصديقي وحبيبي. طب غني لنا حاجه لعلي الحجار كده. حتى منير كلهم حبايبي والله. يعني الحلو طبعا. الحلو طبعا ده استاذ كلهم اساتذه طبعا. انا عايز مسلسلات وحاجات كتيره. علي الحجار والله يا استاذ علي ده ليه حاجات كتيره قوي 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 قوي. يعني برضو احنا مش عايزين يعني نخوض في هذا الحاجه بس انا بقول ايه يعني المطربين اللي حضرتك ممكن تدندن له اغنيه كتير والله يعني اي مثلا شكله هيغني للحلو. شكلك هتغني للحلو عشان شبهه. الحلو ده حبيبي. لا انت شكلك هتغني للحلو. ايوه الليله الليله الليلة يا سمرة يا سمرة الليلة يا سمرة الليلة 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 يا سمرة سمرة الليلة يا سمرة لا أنا كنت برا ولا مهاجر أنا اللي جايلك من باكر قلبي ولا البحر الهادر عيني ولا الجمرة الليلة 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 يا سمرة يا سمرة الليلة يا سمرة. تحية لمنير ربنا يديك الصحة يا أستاذ ويشفيك يا رب ويبارك فيك. منير عالم وعالم يعني أستاذ قابلني مرة وراح واخدني بالحضن وراح قايل لي إيه إزيك يا أبو علي. ساعتها كنت لسه طالع جديد. انا استغربت انه عارفني يعني لانه يعني كانت لسه حفله او اتنين قلت الله في بعد ما سلمت عليه ومشيت قلت انتم ده انتم متابعين يعني معنى كده ان الفنان ما فيش حاجه بتعدي منه كده. استغربت والله انه عارفني وعارفني بالاسم قلت الله الله ده انتم متابعين وعارفين ايه اللي بيحصل عشان يواكب ويعرف ايه اللي يكمل ازاي. حاجه جميله قوي حاجه جميله قوي لما انت تحس ان الناس مش متابعك بس انت تحسها بس هي الناس متابعاك. سبحان الله. يعني هقول لحضرتك حاجه والله انا بعد رجوعي انا ما كنت اعرف والله انا بحيي كل جمهور اللي احتضني وببوس ايد كل ست وايد كل طفل وايد كل راجل ببوس ايديهم لان هم احتضنوني حضن غير عادي وما كنتش اعرف والله ما كنت اعرف ان عندهم كده والله. انت انسان جميل. انا كفايه اول ما اتصلت بيك وكلمتك يعني ما تحياتي يعني يا والله العظيم انسان جميل الله يخليكي. ومن هنا برضو بقول لمنال وحشانة وهتكوني معانا ان شاء الله قريب باذن الله. طبعا الشاعره الجميله من الرياض. الشاعره الجميله حضرتك وحضرتك وداخل على الامتحان كان معاك شخصيه مطربه؟ احكي لنا انت بقى امتحان ايه في الاذاعه. يا قول للجنه قول للجنه انت بتجيب له حاجات يا محمود. يا ده اولا عايز اقول لحضرتك تخيل لما انت تبقى داخل تغني واول ما تخش كده تلاقي قبل ما تخش اللجنه خالص يعني هم خلاص اللجنه هتخش حاضر وتقعد. يا ناس ثواني الاستاذ ثواني اتفضل. الناس هتخش وتقعد يعني اللي هم اللجنه اللي هتمتحننا. الاقي محمد الموجي داخل اتخضيت ورا منه احمد فؤاد حسن ورا منه الاستاذ عفه ورا منه الاستاذ حلمي بكر ورا منه عماد الشاروني ورا منه ايه ده بقيت قاعد انا هغني قدام الناس دي. طبعا انا واقف كده وجنبي بقى المطربه الجميله الكبيره دي كنت انا وهي وكان معانا لا تقول انت وكان معانا مطرب شعبي مش هقول اسمه طبعا عشان ما يزعلش هو بس في الكنترول وعايزين حضرتك يعني ايه في ان شاء الله يعني بعد حضرتك هتقول الحكايه تغني لنا اغنيه في الختام كده حلوه بس عايزين نسمعها. على عيني على عيني. فكانت معايا هي يا جماعه انتوا اصاله طيب اصاله ايوه كنت انا واصاله طبعا في اللجنه الاستماع وكان معانا مطرب شعبي و المهم فدخلنا وغنينا والاذاعه اعتمدت المطرب حسن فؤاد واعتمدت اصاله وادت للمطرب الشعبي ده قالت له بعد ست شهور تيجي عشان ما تنفعش. لا والله فوت علينا بكره من اجمل الفترات طبعا فتره مدرسه ساعه ابدا ابدا يا استاذ حسن انت حضرتك شرفتنا شرف ليا وسعاده ونورتنا ربنا يخليك ربنا يخليك وكفايه تقديرك لينا ربنا يخليك شرف بجد والله احتفاء ان شاء الله. لا لا خالص ان شاء الله معانا مره واثنين ليا الشرف ليا الشرف والسعاده يعني ان شاء الله كده ترجعنا يا انزل اللي جاي احسن واحسن واحسن ان شاء الله. شكر اشكركم واشكر كل طلاب الجامعه. سعيد ان انا قابلتكم سعيد ان انا سعيد ان انا بشكرك وعايزين بس يعني ايه اغنيه كده عشان نختم بيها بقى مايك
واقفل بقى يا سمسم، واقفل بقى يا سمسم، يا نونو يا مسمسم، بكرة الأمل يرسم للفجر متطاقة، للفجر متطاقة، واديك اهو جدا كوكو 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 كده قلقانين جدا، لا روقوا أرجوكوا، بكرة هنتلاقى، بكرة هنتلاقى، بكرة هنتلاقى. واقفل بقى يا سمسم، واقفل بقى يا سمسم، يا نونو يا مسمسم، بكرة الأمل يرسم للفجر متطاقة، للفجر متطاقة، واديك اهو جدا كوكو 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 كده قلقانين جدا، لا روقوا أرجوكوا، بكرة هنتلاقى، بكرة هنتلاقى، بكرة هنتلاقى. واقفل بقى يا سمسم.